بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر ضمن انطلاقات الشحنية في هذا السباق المحلي الثاني، حيث نتواصل بتواصل الأشواط العامة في سن الإجداع، وننطلق مع شوطنا السابع ضمن انطلاقاتنا، وهذا الشوط خاص بالإبكار. نهني الفائزين بالأشواط الماضية ونتواصل مع المقدمة. هذه صوغة على مقدمة الشوط، فهد بن حصين بن فهد النعيمي مع المركز الأول، تليها الظبي على المركز الثاني، علي بن حمد الشرقي مع المركز الثاني، المركز الثالث مثايل على ثالث المراكز. من الجانب الآخر تتواجد شعار محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري المركز الرابع، هذه العنود شعار بن قطفة، محمد بن راشد بن قطفة مع المركز الرابع، المركز الخامس. المركز الخامس هذه سرابة غانم بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الخامس مع هذا التحدي وهذا الانطلاق. يا سلام، هذه لحظات التواجد للمراكز الخمسة الأولى، وهذا التحدي والانطلاق والبداية. عودة إلى مجريات الشوط مع مثايل اللي غيرت وانتقلت إلى المقدمة، محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، هذه تتواجد مثايل على مقدمة الشوط. والمركز الثاني صوغة فهد بن حصين النعيمي مع المركز الثاني، ينطلق ويندفع هذا الشعار. المركز الثالث شعار بن قطفة يتواجد مع العنود، محمد بن راشد بن قطفة على المركز الثالث. المركز الرابع وجود الظبي، هذه الظبي وهذه انطلاقة الظبي، علي بن حمد الشرقي مع المركز الرابع. هناك من الجانب الآخر تسلل لسرابة غانم بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الرابع، انتقلت بدورها إلى المركز الثالث. المركز الخامس بنت رياض محمد بن شافي بن سالم آل شافي. هذه المراكز على حضراتكم. هناك أسماء أيها الإخوة المتابعون، من يتابع انطلاقات الشحنية ومن يتابع هذا الشوط، أسماء كبيرة متواجدة ومندفعة في هذا الشوط، لم يحن وقت دخولها حتى هذه اللحظة. هذا سن الجذاع، وهذه الأسماء توبعت وشهدت في العام الماضي تنطلق وتندفع مع سن اللقاية. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. هذه الأسماء تقريبا سبعة أسماء أو ستة أسماء في موقع واحد، بداية من شعار بن شريم مع مثايل محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم. هذه صاحبة إنجازات، سجلاتها حافلة، سجلاتها حافلة، بكرة بن شريم مثايل اللي في المقدمة، وسلالة ايضا مميزة انطلقت في هذا الشوط بشعار محمد بن عبد الله بن شريم المري. المركز الثاني وجود بنت رياض، ايضا سجلاتها حافلة، محمد بن شافي بن سالم آل شافي مع المركز الثاني. والمركز الثالث شعار النعيمي على المركز الثالث، وهناك التدخل والانطلاق من المركز الرابع، شعار أيضا ينطلق ويندفع. الشهنية راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي ينطلق ويندفع في هذه اللحظة، اسم غني عن التعريف، تواجد هذا الاسم وانطلاقة هذا الاسم الخطير على المركز الرابع، ترقبوا مفاجأة هذا الشعار. المركز الخامس، المركز الخامس تدخل في هذه اللحظة، وبقاء العنود على المركز الخامس، محافظة على المركز الخامس. يلا يا بن قطفة، الناموس هناك في الأمام عند بكرة بن شريم، الناموس في المقدمة، المرتبة الأولى مع بن شريم، والمقدمة والصدارة مع بن شريم، مع مثايل تنطلق محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم. ولكن الخطيرة 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 راشد بن ناصر بن جبر النعيم الشعارة يتواجد على المركز الثاني، معلنا حضور الشهنية، يقوده عبد الله بن هدوب العمري. ولكن بن حصين عاد واستعاد حقوقه المنهوبة، هذه الصدارة بكرة بن
فهد بن حصين النعيمي على المقدمة مع صوغة تنطلق وتندفع في هذه اللحظة معلنة الحضور والانطلاق. ونحن عند لوحة واحد، عند لوحة الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير. شوفوا الشهنية، محمد بن جابر بن جوير على المركز الأول، انطلقت في أول نداء وأول ظهور لبن جوير. يا سلام، نرحب بك يا بن جوير، نرحب بحضور الشهنية التي انطلقت في هذه اللحظة. أعلن بن شريم التحدي، أعلن بن شريم انطلاقة مثايل على المركز الثاني. خلاص خلاص خلاص، الكيلو متر الأخير، كيلو الصراع، كيلو الناموس يا بن شريم، كيلو الناموس. خلاص ولعت 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 الشهنية على مقدمة الشوط، محمد بن جابر بن جوير. شوفوا المركز الثاني مثايل محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم. شوفوا هنا صوغة فهد بن حصين النعيمي. شوفوا المركز الرابع، انطلقت الشهنية، فهد بن علي بن سعيد بن سفران انطلقت واخترقت المراكز وانطلقت إلى المقدمة. راحت بالسلام والله العظيم، انطلقت في هذه اللحظة معلنة حضورها، والناموس الأول لها، والناموس لمالك هذا الشعار. انطلقت شهنية، فهد بن عبد بن علي بن سعيد بن سفران انطلقت في هذه اللحظة واحتلت المركز الأول وأعلنت الناموس لمالك هذه البكرة. هنا شهنية، فهد بن علي بن سعيد بن سفران على المركز الأول. أهنيه الناموس على فوز الشهنية، وأهني أهالي سيلية المعراض أهنيهم أنه أسعد الله صباحكم على فوز الشهنية بالمركز الأول. المركز الثاني هذه بكرة بن حصين، اللي هي صوغة فهد بن حصين النعيمي. المركز الثالث تحذير حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الرابع الشهنية، محمد بن جابر بن جوير. المركز الخامس مثايل، محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم. إذن هذا هو ملخص الشوط ونهاية الشوط. اختتم الشوط شعار بن سفران فهد بن علي بن سعيد بن سفران. التوقيت الزمني 7:48، 36 جزءا من الثانية توقيت الشهنية. وهني مالكها فهد بن علي بن سعيد بن سفران على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط. المركز الثاني 7:51، 74 جزء من الثانية. هذه صوغة لمالكها فهد بن حصيم فهد النعيمي. تانينا والناموس والمركز الثالث. هذه تحذير على المركز الثالث، 7:53، 72 جزء من الثانية. وهني مالكها حمد بن محمد بن سالم بن جهويل.